الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن حالات تلاعب وتزوير ورشوة في عدد من دوائر محافظة كربلاء، وأوضحت الدائرة أن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة قام بضبط أوليات قطعتي أرض تبلغ قيمتها التقديرية 22 مليار دينار تم التلاعب بها وبيعها على شكل قطع أراضي سكنية خلافا للغرض المخصص له، مبينة أن القطعتين عائدتان إلى وزارة المالية ومخصصتان لأغراض الإصلاح الزراعي. وأضافت أن القطعتين تقعان على الطريق الرابط بين مركز المحافظة وقضاء الهندية، ومؤشر عليهما أسماء أصحاب العقود الزراعية، لافتة إلى أن مخطط الإفراز الحديث المعد من قبل دائرة التسجيل العقاري في الحسينية أدرجت فيه معلومات مخالفة لما هو موجود في الخارطة المعتمدة لدى مديرية زراعة كربلاء منذ عام 1942. أفادت هيئة المنافذ الحدودية بضبط وإحباط محاولة تهريب عجلتين مخالفتين للضوابط في منفذ الشلمجة الحدودي، وذكرت الهيئة أنها تمكنت من ضبط عجلتين خارج الحرم الجمركي معدة للتهريب في منفذ الشلمجة الحدودي، مضيفة أنه من خلال الكشف تبين وجود مادة حليب مجفف، وعند تدقيق المعاملة الجمركية مع البضاعة تبين عدم توفر شهادة المطابقة، وهذا يعد مخالفة جمركية. دعا وزير الزراعة الحالي المهندس محمد كريم الخفاجي جميع المنافذ الحدودية والسيطرات الأمنية إلى تشديد إجراءاتها بمنع دخول محصولي البطاطا والعنب، وذلك لوجود إنتاج محلي يغطي الاستهلاك اليومي للمواطنين. وأوضح الخفاجي أن المخازن المبردة فيها خزين فائض من محصول البطاطا، خاصة بعد أن قدمت الوزارة الدعم لزراعة هذا المحصول، وخاصة في مجال منع استيراده وحمايته محليا. وشدد الخفاجي على عدم دخول فاكهة العنب لوجود تحقيق أمن غذائي من هذا المحصول، لا سيما وأن العنب هو من المحاصيل الممنوعة من الاستيراد بشكل دائم. أظهرت بيانات رسمية أن أسعار الاستهلاك في لبنان قفزت إلى الضعف تقريبا في غضون الأشهر الثمانية الأولى منذ بداية العام الجاري، في مؤشر على تنامي الضغوط المعيشية في البلد الذي يشهد أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة. وأعلنت دائرة الإحصاء المركزية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني أن مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الفترة من كانون الثاني حتى آب بلغ 99.85%، وعلى أساس جغرافي جاءت محافظة النبطية في صدارة المحافظات اللبنانية الأعلى من حيث ارتفاع أسعار الاستهلاك على أساس شهري، تليها محافظة الشمال ثم البقاع والجنوب وجبل لبنان، بينما حلت محافظة بيروت في الترتيب الأخير. قالت مجموعة العقارات الصينية العملاقة إنها توصلت إلى اتفاق مع حاملي سنداتها المحليين يسمح للمجموعة بتجنب التخلف عن سداد أحد مدفوعات الفائدة. وقالت وحدة العقارات في الشركة إنها تفاوضت بشأن خطة لدفع الفائدة المستحقة على سنداتها لعام 2025، والتي قدرتها بلومبرغ بنحو 35 مليون دولار وفق فرانس بريس. ولم يذكر البيان أي خطة لسداد الفوائد على السندات الخارجية. هذا وتراجعت الأسواق المالية حول العالم بسبب مخاوف من احتمال انهيار أكبر مطور عقاري في الصين، وحدوث اضطرابات في الاقتصاد الصيني وحتى العالمي بعد تخلفه عن سداد نحو 300 مليار دولار من الديون. ختام الموجز، إلى اللقاء.